الفنانة أصالة في أحضان الفنان محمد عبده. موجة من الانتقادات اللاذعة حينما قام الفنان محمد عبده باحتضان الفنانة أصالة. مش بس كده، الفنان محمد عبده يقوم بعمل حركة بيديه، يوجه رسالة لشخص ما، ربما يريد أن يغيظ أحدهم. الفنانة أصالة تتعرض لموجة كبيرة من الانتقادات، خاصة إنها متزوجة حديثا وأعلنت عن حبها لزوجها أكثر من مرة. محمد عبده وأصالة وراشد الماجد كانوا أبرز المشاركين في احتفالية زعيم آسيا في البوليفارد في الرياض. أصبح العنوان الأكثر تداول الفنانة أصالة نصري في أحضان محمد عبده في الرياض في حفل البوليفارد. منذ يومين تم نشر كلمات غزل وحب بين الفنانة أصالة وزوجها يرافقها في كل حفلتها، وهذا ما نشاهده بالصوت والصورة. وهو بالفعل كان موجود في الحفلة التي جمعت الفنانة أصالة والفنان محمد عبده، وبالفعل قام احتضان أصالة أمام زوجها. عادات وتقاليد مجتمعية وعربية وشرقية كلها تضرب في عرض الحائط. هذا الفيديو الفاضح انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسط انتقادات لاذعة لكليهما بالإضافة لزوجها.